أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستسعى من خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ COP27 على تشجيع كافة الدول على تعزيز إسهاماتها المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، إلى جانب التركيز على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المناخ، وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. بلا شك قوة الدفع الذي تم خلقها في جلاسكو في COP26 يجب أن يتم الحفاظ عليها، ونحن أدركنا أن هذا تعاون بين الحكومات المختلفة والذي يتأثر بكثير من الصعوبات والتعقيدات الموجودة في النظام الدولي الذي يواجه كثير من الضغوط الآن، وهذا ينعكس دائما على كيف تتعامل الوفود مع المواضيع الدولية. كما نعرف نحن نرأس COP27 مؤتمر دول الأطراف القادم، ولذلك نحن سوف نتعاون مع رئاسة COP27 بحيث لا يتخلف أحد عن الركب ويشارك الجميع معنا، وندرك المصالح المختلفة والتنوع في التحديات التي نواجهها، ونتمنى أن نتمكن من التعامل مع كل ذلك من خلال توافق من منظور المسؤوليات المشتركة بيننا. نحن سوف نستمر في دفع الطموح للوفاء ب1.5 درجة مئوية تقليل في ارتفاع درجات حرارة العالم، ويجب علينا أن نبني الثقة كذلك.